السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الحمد لله اليوم ظهرتي موالمة إن شاء الله، على 6:15 بكون واصل عند ويه الممشى. إن البارح ما وحالي أبدا، البارح ما وحالي أبدا، وصلت 6:30 ونص ساعة لفة واحدة ما وحالي. في البارحة كان التمرين فيه ضغط، ضغط عمري في الجري حتى ما وحالي، حتى أخذ راحة بين اللفة أنا ضاري في، وانا عادة في نص اللفة هاي اي اوجه شي 5 دقائق ولا 3 دقائق اخطف خطف، ما اخطف يدي، العالم كلها حركت. هاي عاد استراحة المحارب، خدت لفة وحدة بيني وبينكم، عيست هب عيست. خلص الوقت، الظاهر لازم هي بعد اكثر من وقت ازيد، ان شاء الله 5:30 بكون واصل. جيت 5:30 في السيرة ما بدقني الشمس، لكن في النجس من هناك الطرف هذاك هي الشمس. هلا هلا بالورد، هلا بالورد، قرب ياي. وياي انا متى عديبك؟ من كم سنه ما شفتك؟ والله سنين يا طويل. يعني اخر مره في وين؟ في سويسرا. في سويسرا كم سنه؟ اليوم استغفر الله تقريبا ييتي وعدمها واحد، يعني تقريبا استفدت 50%. ما وحالي اكمل لف الثاني بعد، ما ادري شو ليش، ما ادري شو ليش هو حالي اكمل، لكن سبحان الله ان شاء الله ليايات اكثر. عزيز في الفطر انا من عقب المغرب اصلي المغرب واظهر ان شاء الله، اذا الله جعلنا من الحيين من عقب ما اصلي افطر واصلي عي من الله خير، اتقهوى اتفنيل، يعني لازم تخلص الدله، يعني بويه جدل عاصمه امليح ولا عنها مخاطي امليح اذا الله راد. البارحة وأنا في الممشى حرمة تمشي قدامي تسوي رياضة ما شاء الله عليها، وقلت في خاطري يا ليتني أعرف الحرمة هاي، ولا أنها ترمسني، ولا بيني وبينها يعني معرفة، يعني لو حتى سلام بخبرها عن الموضوع. المهم شوف النصيب، يوم الله بيكتب النصيب، يوم خطاف قدامها بو محمد بو محمد، قلت ما شاء الله حرمة تعرفني عيل، سلمت عليها وصورنا عينا من الله خير. عقب ما خلص شفت الحرمة تضحك من كل سن، فاتحتها في الموضوع وخبرت عاد انا بخبركم شو الموضوع. شي تامر قرب عندنا بتفطر، قلت لا الغالي انا انت حينه مبوني مخيل رمش، لكن حينه طاح الحطب وبرمش ما بخيل منك. قلت لها حين انت يوم جاي الممشى مازره عباتك كلها عطر، وعطر قوي، وغادي ريحتك تفوتخ، مسير يومين من اول ممشى، وحين الودن اللي يجرون كلهم الشعاب الشعاب المرجانيه، الشعاب هاي ما تنفس، والشعاب هاي الهوائيه، قلت انا المرجانيه قبل صح، المهم الهوائيه متفتحه بويوها اللي وراك كلهم يتنشقوا ريحه العطر، وانا حين مسير يومين اروح ريحتك تفوتخ قويه يعني، والعطر وايد القوي اللي انت حاطته لنا. ف تسامحيني على هالانتقاد، قالت ابوي انتقاد بناء، لكن ابوي هذاك الدين وهاك اليمين، يني انا ابوي ما حطيت العطر اليوم. قلت لي ابوي هاي العبام مروحاتنها البشكارات وتمه من يوم البارحه، وان شاء الله فالك طيب وما طلبت الساعه. قلت لها طال عمرك مشكوره، واستسمحت منها وبس، وهاي السالفه امها وهذا ابوها، يعني كان يعني على ما قامت توصف حي وحاي وبيت مسابيح كسبنا ايام. لا وعطر قوي عليه، كانت حاطه لنا حاطه فوعه نرجس فل يسمن ما ادري شو، شيء قوي يعني ما شاء الله. يا مع الحين المكان ينتظر لين عينه ابو محمد، كلهم الشباب يجون يفطرون. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. لي 20 دقيقه تقريبا من ظهرت، الحين وصلت تقريبا او تعديت القريه العالميه باتجاه العاصمه. ما شاء الله والطريق يكاد أن يكون فل، يعني 6 سيدات 6 لاينات وكلهم فل سيائر ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظها العاصمة. كان ما تدم الليلة من السيائر، حد يدق لي على التليفون بطالع منو برد أرمسكم أشوفها رامت بخلي النسائلة. على فكرة على طاري الماء، شي حرمة توفت الله يغفر لها على هالجنة، تخبرني تخبرها كل أيام أقولها، أقولها الأول في السنين الأولية قبل البترول وقبل الخير هذا كله، أبو ظبي من وين يجيكم ماء؟
قالت يا ابوي خرايج، لكن احسن ماء كان. ومن اجود انواع المياه اللي كانت موجوده عندهم نوع واحد مميز، هو اللي اخير شيء ما يكون هذا. وين يجيبونه؟ يسمونه مش ناصي. مش ناصي؟ قالت لي هي. قلت لهم وين يجيبونه؟ قالت يجيبونه بجوال بيت من شناص، ولايه شناص من عمان، يحملونه بدرامات من شناص لين ابو ظبي ويبيعونه على الوادم، فيلسون يعني قايسون على عمارهم به. تخبرني عاده تقول لي الماء تحراه زلال شرات الغدير، الماء من زينه بالنسبه للماء الخريج، فاي شيء نستعمله للقهوه وللشرب، للقهوه وللشرب. لكن تقول لي ما يبطي، من يبطي شوي يخترب. كيف؟ اقول همايه كيف يعني يخترب الماء؟ شو يخترب فيه؟ قالت يسوي دود، يدود الماء، يدود فوق، يدود. لا اله الا الله، يطرى الشر ولا يعاد، يدود. قالت يدود. قلت ابو خلاف، قالت ابوي نحط شيلنا ونقرف من فوق نصفيه شرات المصر. طرت علي السالفه هنا اليوم هاي، يوم شفت الوادم يطرون ترشيد المياه وعدم الصرف في المياه، وان مثل ما تعرفون نحن الامارات لا عندنا نهر، لا بلادنا بلد انهار، ولا بلادنا بلد امطار اللهم لك، ولو تي الامطار اللهم لك الحمد من حول لنحول. لكن تي ابوي قوت عن لي يموت، شيء لا يذكر اللهم لك الحمد يعني، وها كله فضل من الله، الله اللي حكمه. فحين اللهم لك الحمد البلاد مسوين نحن كل اللي نستعمله ما مياه التحليه، وهاي مكلفه زياده عن اللزوم. متوسط الفواتير التي شهريا حق المواطنين 2000 درهم، مش اقل من 2000 درهم، 1800 2000. ونصيح بالوين اللي الفاتوره اللي تي 2000، انتم تدرون كم اصل الفاتوره هاي؟ اصل الفاتوره ام 2000 10000. منو يدفع الثمانيه هايل؟ الثمانيه هاي تدفعهن الحكومه، الحكومه تدعم المواطن 80%، 80%. وايدين ما يعرفون، باكر لو يجي شيء من البلدان والله شلوا عنهم الدعم هذا، مثل ما شلوا دعم البترول، شلوا دعم الغاز، شلوا ما ادري شو، شلوا ما ادري. وكل ما زاد اليور والاسراف كل ما ابويه بيشلون الدعم، ما بيتم الدعم. الدعم يتم حق الناس اللي يمشون، الدعم بيتم اذا كل منا، كل حد منا نحن لازم يمشي ويعد خطاه، يعرف كيف طريقه استعمال المياه وعدم الهدف. واللي على فكره واللي ابوي رايه في الشهر 4000 فاتورته، هات اكدوا ترى 20000، 20000 الحكومه ابوي تدفع عنك 6000، واللي تي فاتوره 4000 ترى اصل فاتورك ابوي 20، الحكومه تدفع عنك 16. لكن انت ما تدري، خبر خير، لانك حاليا انت اذا اردت ان تطاع اطلب المستطاع. انت بتازمون تهرجون المياه، غسال السياير بالهوزات، بيب مكسور ولا هوز مسوي ليك، والله لازم بتيكم الفواتير، لان ابوي هاي لعبه تهريج المياه، ها لعبه. والحين ما شاء الله بلادنا كل بيت لا يقل عن 6 ولا 8 سيايير فيه، ما شي بيت فيه 4 ولا 5 سيايير، كل بيت 6 ولا 8 سيايير. وال6 8 سيايير هايل بيازمون يغسلونهن بهوز، الهوز يدعب صبح ومساء وكل تشبيب وكل، يعني شو تتوقعون انتو؟ وين الله بيطرح لكم البركه وانتم تلعبون هاللعبه كلها؟ هوزات تدعب صبح ومساء يغسلون السيايير ولا والمياه نخيل. حل ابويه غسال السيايير ما شيء مشكله، انت تبي النظافه ما شيء مشكله، بامكانك احسن بمليون ودي تسوي من حل المشكله. هين بالدي بالدي ابوي، تعطون ابوي اللي مسؤول عن تنظيف السيايير، بامكانه يغسل اخير غسال، اولا انظف وثانيا اخير واسلم لكم، بيتكم بيسلم، اساساته ما بتخيس ولا بيخترب الحوي ولا بيخترب الباس، واسرع واولم واخف على البشكار، بعد اخف حتى على البشكار، اخف بوايد. البشاتير ابوي ما بهام منهم، بيقبضون معاشهم عندك ولا ما عندك، بينقزون هم من زر عينك، بتدفع معاشهم ربك. ولا البشكار ابوي ما بيبالي،
الأكيد إنه بيقبض الهوز وبيازم يرمس بالتليفون ويدوخ جقارة ويتلفت، والهوز أبويا يدعب مياهه، وهذا من وين؟ كله من ظهرك، بتديهن بيز بيزه وانت تضحك غصب عنك. انزين هاي وحدة اللي الزراعة حين اللي في البيوت كل هالناس يسوون تقطير أبويا، تقطير لأن شوف ترى الماء نسبة للزراعة الماء قله زباد وكثرته سماد، قله زباد وكثرته سماد، ما ينفع. أنا عندي البيت دور ما داره كل نخيل، وداخل كل مترين شيء شيرة، كل ثلاثة أمتار شيء شيرة، ولا أصرف. ليش أنا فاتورة تيتي 700-800 جليل جليل توصلني 1000؟ أنا في أيام رمضان أيام المناسبات توصل. أنا أبوي الزراعة كلها مسوي لها تقطير، تقطير. لأن شو السبب مسوي لها تقطير؟ الأرض تحت ما شاء الله خالد، الشريفة ثامر عندك أنت، الهمبة بنواع ثامر، وكل شيء ثامر عندك. شو السبب؟ أنا بخبركم السبب، أنتم ما تدروا به الحين. ترى كثرة الماء للزراعة يسوي تعفن في الجذور، عسب شي تلقطون الشيرة كم كبرها بين يوم وترك ماتت. شو السبب؟ تكون الشيرة كم كبرها، كبر البناية، ما توعابها والله اللي يبست الشيرة شمنه، والله وانا يتنا فلانة ورخدت بعيد اللي يوم بيت جاب الأمهات بريجع على طويسة حلوة وفنيال قهوة، إلا بالله عليك شفتي من ظهرت عنا فلانة حرقت الهمبة عينها حارة، فلان يقولك تقص الحديد الله أكبر عليها، قص يخذي من أثرها ولا قص من طرف شيلته، وهي أبوش فقيلة بعينها. وأن الحرمة هاليتهم هي اللي ضلت شيارهم وحرقته. يا مايا شيارك شيارك مات من الإسراف في الماء، تخلين الماء يشبي والعروق تعفن، لازم بمايا بيموت الزرع. أما مات اليوم بيموت باكر عقب شهر شهرين ثلاثة. لازم لازم ثم لازم ثم لازم راعي البيت وراعية البيت يحوطون البيت، يطالعون شو البيب المنكسر، شو الفواتير ما بتغلى عليكم مني والطريق. لا لازم في ليك ماي تسريب يسرب الماء بين فترة والثانية، لازم لازم أبوي تقطير، تقطير مرة مرتين في اليوم، مرة مرتين في اليوم، قطرة قطرة. هبي عطون تكويد لين يشبي على هالأساس. أنا الزراعة ما شاء الله تبارك الرحمن ناجحة عندي، لا تسيرون بعيد. بوظبي روحها، بوظبي روح العاصمة، بوظبي روحها دون على سبيل المثال، بس بوظبي روحها العاصمة، بوظبي روحها الجزيرة هاي، خل باجي البقع كلها، بس بوظبي. لو تدرون صرف المياه اللي في كمية هدر الماء اللي في بوظبي شيء مهول. شفتوا نادي الجزيرة انتو؟ نادي الجزيرة العود الجديد، الكمية الماء اللي تنهدر يوميا في بوظبي ما يقارب، لو يمزرون نادي الجزيرة كامل 150 ودية. تخيل نادي الجزيرة العود هذا بمدرجات لو يندب لين عينه 150 ودية، هذا كله هدر مياها. تخيلوا 150 مرة مزار الملعب هذا 150 مرة، هذا كل تهريج مياها إسراف. وهذا وين كل التهريج؟ في الزراعة، غسال غسال الحويات كل يوم، غسل الزل، هذا كله مكلف. وفي غسال الوعيان حينه، لو كل راعية بيت ولا كل راعي بيت دخل على البشاتير وفتن عليهم، ما فتن عليهم، كلمهم بالتي هي أحسن. ودي وديتين، ودي وديتين بيضرون، ودي وديتين بيضرون، يبتون بالتي هي أحسن، بيضرون البشاتير، بيتعلمون، بيعرفون ان الله حق. ولا مخلين المياه ومخلين الدنيا يلعبوه بهالبشاتير، تنو فرد يا علي بن راشد ما عنك حد ناشد، ما يستوي يا عيال حلال. لازم الآن لازم بين يوم والثاني راعية البيت تدخل مطبخ تحسر عن درعانها. يا ابوي ترى هبي لازم الولف يدعب، قال يلا هب مال، قال يلا هب والي، يلا هب مال، قال يلا هب والي، ما يستوي تخلون الدنيا فالتوه، حرام في ذمتكم هذا كله. يعني صحنين لو ثلاثة ولا عشرة يتب نص التانكي، يفيج نص التانكي يصير في البوالي، الله يعزم لك والسامعين، حرام. عسب يغسل بيغسل أربع صحون بيدفع جيمة عينة عقهن كشرة
واشتر من يدو جديد. يوم اللي شي سالفة بتغسلهن بجيمتن ما يستوي. لا وحين بعد متعلمين علومة هل يدخون جقارة من يدخلون ابوي الله يعز ملك والسامعين الحمام لبقوا الجقارة وخلوا الملول في يمشي. الحين بدوخ انت دوخ يعلك الدوخ الباروت ما شيء مشكلة. الماء ليش تخليه يدعب؟ شو مشكلك ويا الماء؟ شو مسوي بك الفقير؟ ما تلاحظون شيء البلاد حتى البلادين اللي فيها الانهار والامطار صبح ومساء في فنادقهم يوم تصيروا ما تقطون حاطين في عدال المغسل اكواب، حاطين عدال المغسل في الفندق اكواب اثنين، واحد حق تشرب به فهمي؟ معروف هذا، واحد تشرب به ودليل ان المحل ودليل ان الماء مال الولف يصلح للاستعمال الاتمي، زي الكوب الثاني شو حقه حاطينه؟ عبث يعني؟ ابوي ها ما يحطون شيء عبث، لازم ابوي ما يحطون شيء عبث. الكوب الثاني بارك الله فيك حق يوم بتحلق ولا بتضرب ضروسك، حبتهد الماء بتخليه يصب لين تتفيق، لين يتفيق جنابك ما شاء الله عليك وخلصت حلاقه، شد ابوي عبرت نص ما الفندق. لو كل زبون يجيهم شراتك، لو ربع السياح اللي يجون الفنادق يسكنون في هالفنادق يستعملون يهدرون مياه شراتكم انتو، كان ابوي قبض لهم لوح رضخوهم على طول، بيقبض لهم مدير الفندق لوح وبيلو يفهم على طول ظهورهم لين يروخهم لين المطار. خلق العين ما شافكم مساء. انا خبرتكم ترى اول ما ظهرت الحين جريب وصلت تقريبا ابو ظبي الحين عدال جريب محمد بن زايد. اول ما ظهرت خبر اعطيتكم معلومه عن اعطيتكم قياس كم كميه الماء اللي تهدره بس جزيره ابو ظبي يوميا الهدر هذا اللي على الفاضي. ها كان بس عن ابو ظبي، عن باقي الامارات الدوله ككل في معلومه مخيله اخبركم والله عنها بتضحكون، وحرام يني مخيله اخبركم بتزيقون معلومه مزيقه العالم كله، لكن انتم يا في الامارات ما حد ممكن يعرفها. الامارات دوله الامارات الاولى عالميا في هدر المياه، تخيلوا الاولى يعني فضيحة والله فضيحة وأكبر فضيحة يعني الأولى عالميا يا سواد الويه ويا فضايحكم جدام باقي البلدان كلها اللي في العالم أنكم الأولى عالميا في هدر المياه يعني هاي مصيبة عودة والله. لا واحد منهم والله ما يخيلون والله الفواتير وايدة تينا تيكم متهرج المياه بعد صرقي وحمري عينك ها منكر بعد ما تحيدون كم يوم اقول لكم عندي خريريف وعندي خريريف بعد لكم اياها هاي ابوي خرفت يا من استليت ابوي من دبي لين الحين وصلت مدينه محمد وانا من هاك اليوم متحلف اني بخبركم بهالخريريف واليوم افتكيت نقله وطاحت من راسي من راسي من على راسي رمستي هاي كانت طول الطريق موجهه حق منو الناس المسرفين في المياه اللي ما فيهم خوف من الله في وبالذات كلامي وجه حق منو حق اللي ما في قلبهم رحمة اللي ما ياوون اللي ما فيهم ماواه على الصرف الماء هذا. ومن يوم نحن يا هالي درسونا في المدارس عن الأحاديث النبوية عن الاقتصاد في صرف الماء بس عليكم يوم اللي رمسوا ما قصرت بسلم على الأهل وسيده المشرف العوق هناك يلا. هذا يوم يقول لك يحيي العظام وهي رميم يتم ابو الميلس ولهم متيامعين كلهم خلق الله يمكن 30 آدمي في الميلس زين لبرويك منو المفاجأة اللي كانت عندهم شوف بالله عليك عدنان حمد يحيي العظام وهي رميم أبو حمد هذا عدنان حمد من الثمانينات عديبة شايفنه في قصر القبرة في مباراة الإمارات ما أدري يمنو ويمنو أبو حمد كانت المباراة في عمان سنة كم أبو حمد سنة كم تلاقين آخر مرة 84 في عمان يا رب البيت والحرم فت غراب غراب وحال على ياسمينة بس شو طلع الغراب غراب والياسمينة أحسن على ياسمينة شو طلع بس رقم واحد أنا كأني قاعد أسوي تغطية إعلامية
كلهم الشباب ما شاء الله كاملين. صد ياي عاده ويوهر ويوهر صد ياي شوي ما عين عليك بارد عين عليك بارد يا حافظ. سعادة أحمد عبد الرحيم القبيسي ما يباني أصور بعد.